والله في القرآن سبحانه وتعالى قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، أنساب بتتقطع. زمان اليهود قالوا نحن أجدادنا أنبياء، اليهود والنصارى قالوا نحن أجدادنا ذي الأنبياء عديل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام إلى آخره. الله قال لهم تلك أمة قد خلت، ما كلام واضح، تلك أمة قد خلت، ما تمسكوا في الناس، قال لهم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في كلام واضح من ده؟ الله سبحانه وتعالى قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأنا ماذا أطول الكلام لأنه بعدين الشيخ شهاب يجي بعد العشاء إن شاء الله يذكر الناس، لكن أنا يا جماعة دار ألخصه، والله لو دارين الخير للناس علمون على العقيدة. قبل أيام واحد من أخواننا ذيل من النيل الأبيض قال لي مرة كبيرة قرائب هناك عمرها أكثر من 80 سنة، والله الذي لا إله غيره، قال لي في الموت محتضرة خلاص مفارقة الدنيا، ده زول خلاص مفارقة الدنيا. قال لي الرجال واقفين جنبها وهلا ولا يا حاجة يا فلانة لا إله إلا الله، يعني يقول لا إله إلا الله في الموت خلاص مفارقة نفس ذاته هاج مفارقة الدنيا لا إله إلا الله. قال قعدت كورك يا أبو طلحة يا أبو طلحة يا أبو طلحة يا مرة خلي الشيخ نادي الله في الموت شغالة يا أبو طلحة، لما ماتت بتنادي يا أبو طلحة. معقولة يا جماعة نموت بالطريقة دي عقيدتنا في البشر؟ يا خلي أبو طلحة وخلي فلان وفلان يا أخ نادي الله براو، توكل على الله، خلي عقيدتك في الله سبحانه وتعالى. جدع الحجبات يا ذول بحفظك الله، تراب جدعه شنو تسف لك تراب، بلد دي كان سفيت سكر وقفت على حيلك ما قصرت فترانين، الناس ذات تسيف تراب مرة واحد يبي أزاك بيسوي لك حصوة، يسوي لك جماعة ذات حصوة قاعدوا يكوركوا عديل يا أبو التاية وحامد بعصاية تزيل الحصايا ومراد كلاية، سوى لهم حصوة هم ذاته. القرآن ده الله نزل ونقرأه ونستفيد منه نعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي، عملوا بزاغ تف تف سووهم حيات. معقولة يا أخي سووا بغراء قاعدوا يحرقوا فيه، الله نزل القرآن عشان نحرقه؟ يقعد يتبخروا به كلها بدع ومصائب وبلاء، وسوى حجبات يعرقوا فيها، شوف يريلوا فيها والكبار يعرقوا فيها. معقولة يا أخي ده كتاب الله كذي؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فلا تعقلون. فالزول يا جماعة يكون موحد يكون مستقيم على الدين، والكلام يطول ويحلف يا الله وكذا إلى آخره. إذا مد الله في الأجال ووفق محاضرات إن شاء الله تتواصل.